السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان اموركم كلها تكون على خير وبخير ان شاء الله. توحشكم بزاف، صافي لونطون ما حتيتش الفيديو. ان شاء الله في هذه السلسلة ديال الفيديوهات غادي نبريباريو غنبقى معكم حتى النهار الوطني ان شاء الله. بريباراسيون ديال الامتحان الوطني فيزيك المات اي الاس في تي بوكو با في التليد العام ان شاء الله. دونك نعطيكم كاع الزاسيو داكشي اللي تحتاجوه كاع 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 كاع. الوغ نبداو ما نتعطلوش في لا فيديو باش ما تكونش طويله بزاف وتكون مفيده اكثر واكثر. دونك اجوردي غنخدموا على ليميت دي فيلان. بون لي ليميت لي ليميت ديال الالان. بون لي ليميت ديال الالان بزاف اللي ما كيفهمهمش. نعطيكم القواعد شنو كاين بالضبط بي نخدموا على التمارين باش تركزوا بالضبط داك القواعد حيت بزاف اللي ما كيقدروش يحفظوهم. الا لا ليميت الاولى هي ليميت طونك اكس طون فير بلس لانفيني ديال الالان دو اكس تيغالا بلس لانفيني. بون هنا بلس لانفيني بلس لانفيني شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف. ليميت بلس لانفيني هي بلس لانفيني داكوغ. عندي ليميت ديال الالان دو اكس تيغالا موان لانفيني فوقاش فاش كيكون اكس طون فير زيرو في الزيرو عندي موان لانفيني. هادو مهمين بزاف وكيتحتاجو ديما. دابا عاد ندوزو لليميت اوزويال اللي كنلقاوهم في وكنحتاجوهم في بعض النهايات شنو هما. دونك هادو هما لا باز بوي غندوزو لياش ليميت طونك اكس طون فير بلس لانفيني ديال الالان دو اكس سور اكس. بون غنقولكم واحد الحاجة. عندنا الاكس الان دو اكس الاكس كنسبقو على الالان دو اكس. دونك هنا بحال تعوضوا لي تحسبوا ان هاد الالان ما كايناش داكوغ. هاد الالان ميكزيست با وغتشوفوا لي واحد على اكس بحال تولي عندكم ليميت دونك اكس طون فير بلس لانفيني ديال ان سور اكس. و اكس طون فير كوا طون فير بلس لانفيني هادي ما كتكتبش هي ا بلس لانفيني ال على لانفيني واحد العدد على لانفيني شو كتساوي ليا زيرو. دونك ليميت دونك اكس طون فير بلس لانفيني ديال الالان دو اكس سور اكس تيكالا زيرو. هادي دونك عندك واحد جوج وندوزو هادي هي تالتة أبخطر داكا. دونك ندوزو اللي موراها ليميت طونك إكس طون فير زيرو أو لا إكس ستريكتومون بوزيتيف ديال إكس ألان دو إكس. دونك هادي شنو كتساوي ليا هنجي لهنا وهنحيد هاد ألان دو إكس. دونك شنو غتبقى لك ليميت طونك إكس طون فير زيرو دونك هي بحال إلا إكس اكس شنو لايش كتقول زيرو. دونك تعوض اكس بزيرو شحال كتعطيك زيرو تو سامبلومون. دونك هادي باش تعقلو عليها. دونك غادي نكون وصلو لهادي هي الرابعة. ندوزو ليميت طونك اكس طون فير واحد هادي ابخوندخ بطاخكيغ نقدر ديمونطري لكم عليها ساهلة مي هادو لي غنكتبو دابا apprendre par cœur. دونك تحفظوهم شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه ما تحتاجوش ديمونستراسيون يعني غير نضيعوا غير الوقت. تبعنا بزاف ديال لي زيكزيرسيس. الوغ عندي ليميت طونك اكس طون فير ال1 ديال ال دو اكس سور اكس بواز هي 1 وعندي ليميت طونك اكس طون فير 0 ديال ال دو 1 بلس اكس سور اكس تيغال 1 داكوغ. دونك هادو ابروندغ باركور ندوز بالزربه يعني انا بحال درت لكم واحد الغابيل ديال القواعد اللي خاصكم تعرفوهم وتضبطوهم باركور بوين ندوزو للحساب باش تفهموا كيفاش كيخدم هادشي وكيفاش نقدروا نخرجوا التمارين ديالنا. جو ميكسكوز. الوغ دونك اول ليميت غنخدموها غنحط لكم ا بون ا تيغال ليميت طونك اكس طون فير بلس لانفيني ديال خمسة اكس موان الالان دو اكس بلس دو. دونك دابا انا نبغيكم توقفوا لا فيديو وتحاولوا تحسبوها. دونك دابا نبغيكم توقفوا لا فيديو دابا وقفوا لا فيديو وحاولوا تحسبوها نبغي نشوفكم كي غادي ديروا تخرجوا هادشي. الوغ اول حاجه بعد ما وقفتوا لا فيديو ورجعتوا نبغيكم تشوفوا هادشي اللي غنديروا دابا.
اول حاجه كنديروها في اي ليميت كتعطى لنا ايتاب 1 اول خطوه هي انني كندير التعويض. التعويض كتعوض. دونك انا عندي ا تيغال ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال اش ديال 5 اكس موان ln دو اكس بلس 2. اجي نعوض دابا انا نمشي للبغويه كي غنديرو نعوضو. عندي هنا 5 اكس دونك اكس تانفير بلس لانفيني 5 في لانفيني سي بلس لانفيني موان ln دو اكس في لانفيني ln دو اكس دونك اكس تانفير بلس لانفيني سي بلس لانفيني دونك بلس لانفيني بلس 2. Donc, on a dit plus l'infini. Le moins ou le plus, c'est moins l'infini. Plus 2. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Chaque غير محدد. Donc, impossible de sortir de cette manière. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est que la première chose que nous faisons, c'est le travail. Nous faisons, nous voyons ce que nous avons. كان عوضو ويش كان دوزو القاو لا ليميت اللي خصنا القاوها. دونك اول حاجة كان ديروها فاش كان القاوها هاد الوكاد البلوس لانفيني مو لانفيني هو انني كان عمل بلو اكس كان عمل بلو اكس. علاش؟ حيث اول فاش حفظ هاد اللي غولاسيون باركور هتطيحك بان كل ما شفتي اكس تانفير بلوس لانفيني سواش مشي ليا لهنا سواش مشي ليا لهنا. دونك عقلو عليها اول فاش تشوف ليميت طونك x تانفير بلوس لانفيني وكنعوض وما كتخرج ليش نيشان كنفكر في جوج الحالات خاصني نلقى هادي ولكن هادي ديما كنعوض بها. دونك خاصني نلقى شي شكل كتلقى هاد الشكل اولا كتعندك زيرو كتلقى هادي اولا كتحاول تقلب على الزيرو اولا لا باغ. دونك حنا نشوفو كاع الحالات اللي تقدر تطيحو فيهم. دونك انا طونك عندي x تانفير بلوس لانفيني كنمشي نقلب على داك الشكل اللي عندي انا ديجا اكزيست. دونك الشكل اللي عندي انا وكنعرفو في القواعد هو ليميت طونك اكس تانفير بلوس لانفيني ديال ln دو اكس سور اكس تيكالا ا زيرو صافي. دونك هكا كيفكر هذاك اللي كيجيب 20 ولا كيجيب 18 ماشي شي حاجه اللي صعيبه وكبيره. يسوفي انك تعرف القواعد ديالك وتعرف التقنيات. دونك التقنيه الاولى هو انني كنمشي ندير التعويض يقدر يخرج لي داك الشيء نيشان منطقه الاولى ما خرج لي داكشي نيشان شنو كندوز كنمشي كنرجع لليميت ديالي اكس تانفير كوا تانفير بلس لانفيني اجي بلس لانفيني في هو الشكل اللي عندي هو هذا ال دو اكس سور اكس تيكالا زيرو. دونك كنجي وكنحاول نلقى هاد الشكل في وسط هادشي اللي غادي يقدر يخرج لي باب واسع بلي غادي تشوفوا اشكال اخرى يخدموها في هاد لا فيديو نيس. دونك اول حاجه قلنا شنو هاد ديرو هي ان هاد هاجيو وهاد العوض هنعبلو بالاكس. دونك عندي ا ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال 5 اكس موان ال دو اكس بلس 2. دونك انا قلت غادي نعبل باش نعبل بالاكس. الو هي ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني اكس فاكتور الى عملت هنا بلستي وحده الى عملت هنا بالاكس كيبقى ليا 5 موان ln de x دونك نعمل بالx نقسم على x بلس 2 سور x اتفقنا. يعني التعميل كنتمنى ان ما عندكمش شي مشكل. يعني عندكم شي مشكل في التعميل قولوا لي تحت ندير لكم فيديو نبدا نشرح لكم انك كتضرب كتقسم وداك الشيء باش تفهموا كومون سي باس شي حاجه اللي سهله وبسيطه. المهم ولكن ما خاصش يبقى حتى شي لاكون. اي حاجه عندكم بسيطه خاصكم تصحوها راه كاين اللي ما يعرفش غير يعمل. دونك كتمشي له لي نوت هو عارف التقنيه عارف كلشي ولكن ما عارفش يعمل. الوغ اي لاكون صغيره قولوها لي في لي كومونتير وانا نخدم مع لكم افيك غران بليزير. دونك هنا عندنا غنجيو غادي نعوضو هادي ln دو اكس سور اكس ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال ln دو اكس سور اكس شنو هي زيرو. دونك هي زيرو الوغ كو هادي كلها مشاتلي زيرو جوج على دونك ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال جوج على اكس جوج عدد واكس باش نعوضها ببلس لانفيني ال على لانفيني سي زيرو ال على لانفيني بلس وموان لانفيني سي زيرو مع ال هي واحد العدد جوج تلاتة خمسة عشرة اتناش ربعتاش مليار شحال ما كان ال على لانفيني هو زيرو. هادي قاعدة خاصكم تكونوا عارفينها في النهايات اللي قريتوها في الدورة الأولى. دونك
L واحد العدد على الانفيني دونك سي 0 دونك هذا كله تهو مشى 0 شنو بقات ليا x في 5 ليميت دونك x تانفير بلس الانفيني ديال 5 x يعني x في 5 هي 5 x 5 في بلس الانفيني سي بلس الانفيني وهذا هو الجواب الصحيح دونك حنا في طريقه الاجابه في الورقه شنو هي دونك هذه هي طريقه الاجابه ديالك انت في البغويون ديالك ياك اجيو نشوفوا طريقه الاجابه ديالنا في الورقه ديال الامتحان النهار الوطني كيفاش خاصنا نجاوبوا هانتو دونك عندي انا كنجي كنكتب لو ا تيغال ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال 5 اكس ناقص الالين دو اكس بلس 2 كنجي كندير له هي ليميت دونك x تانفير بلس لانفيني ديال x فاكتور داكشي اللي درنا كامل عادي جدا بلس 2 سور x اش كتجي كدير له تيكالا بلس لانفيني وكتجي كتكتب له كار يعني ماشي حنا يجينا كنوريكم ايتاب باغ ايتاب انت كتكتب له هادي وعاد كتجي كتكتب له كار ليميت دونك x تانفير بلس لانفيني ديال ln دو x سور x هادي اللي احتاجينا هنا تيغال ا زيرو اي ليميت دونك x تانفير بلس لانفيني ديال 2 سور x تيغال ا زيرو هاك هاكا خاصكم تجاوبوا دونك انا هنايا جيت وريتكم عندكم تشطبوا عندكم تضربوا يعني هادي كي كنشرحوا حنايا كاملين كي كنخدموا ولكن هادي كيفاش كنشرحوا حنايا وها كيفاش كنخدموا في نهار الوطن دونك باش ما يكون حتى شي مشكل اتفقنا ندوزو هادي وندوزو ناخدو وحده اخرى ناخدو بي تيغا ليميت دونك اكس تانفير 0 بلس دونك دابا ناخدو 0 ديال 7 اكس بلس 3 اكس ln دو اكس بلس 2 سيغمون الا شفتو معايا لا فيديو هتبالكم بان هاد اكس ln دو اكس هي اللي شفنا هنا دونك اكس تانفير 0 سي 0 دونك اكس تانفير 0 سي 0 الا اول حاجه كنديروها هي التعويض قلنا ايتاب الاولى هي التعويض ايتاب 1 هي كنعوض دونك خاصكم تعوضوا لي هنايا تو سامبلومون دونك كنجي كنعوض باكس 0 فين ما شفت الاكس كنضربها كنقول هي 0 دونك هذه هي 7 فياش اكس تعوضها باش بالزيرو بلس 3 هذه هتعوضها ليميت دونك اكس تانفير 0 ديال اكس ال ان دو اكس سي 0 بلس 2 دونك 7 في 0 0 0 كتبقى ليا 2 دونك بي تيكالا 2 بكل بساطه يعني اول حاجه قلناها باش انا كنقول لكم التعويض مهم جدا اول حاجه خاصك ديرها هي التعويض هنا التعويض اعتذر دونك هنا اول حاجه هي التعويض ضروري ضروري جدا انك تعوض بوي كندوزو كنقول لهم كومون سا سباس نشوفو سوا ما كتخرجناش كنلقاو حلول اخرى يعني بحال قبيله شفنا هادي عندنا دونك قسمنا على اكس كتعمل كتختزل بزاف د الحاجات تفاق دونك اول حاجه تركزوا عليها هي التعويض ناخذوا شكل واحد اخر ناخذوا ناخذوا هذا ناخذوا هذا ناخذوا هذا نعطيكم سي هي ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني يعني تلقاو زيرو هتلقاو بلس لانفيني يعني ما تفوتوش هذا الشيء اللي غيكون هذا دونك ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال 5 x au carré ln de x moins 3 plus 5x ln de x alors هنا شنو عندنا اول حاجه كنديروها هي التعود داكا دونك اول حاجه نبغيكم توقفوا لا فيديو عاوتاني وتعوضوا شنو غادي يخرج لكم بون هي بطريقه التعويض تخرج لكم معنكشه كومون فو دير دونك ولكن كيبان لنا واحد الحاجه اللي هي اساسيه ونقدروا نديروها شنو هي
أننا كنعملو بأكبر إكس كاين قبيلة، حيت عملنا بإكس وحدة دونك أن عندنا غير إكس. عندنا إكس أو كاري هنعملو بإكس أو كاري، عملنا بإكس أوس تخوا، عندنا إكس كوب يعني إكس أوس تلاتة كنعملو بإكس أوس تلاتة، كنحاولو نعملو بالإكس الأكبر باش نقدرو نخرجو هاد هاد ليكواسيون دغيا دغيا. دونك أول حاجة نعملو بيها هي ليميت، دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال اكس كاري فاكتور. دونك انا هاجي لهنا وهنحيد هاد الاكس كاري، شنو غتبقى ليا؟ 5 ln دو اكس، دونك كتبقى ليا 5 ln دو اكس موان 3 على اكس او كاري، دونك ضربت عليها وقسمت عليها بلس 5. هناخد الاكس وتبقى ناقصاني اكس وحده اخرى، دونك ln دو اكس سور اكس، باش الا ضربتها غتبقى لي 5 اكس ln دو اكس تو سامبلومون. دونك هنا انا وجيت في بلس لانفيني، هنا انا في بلس لانفيني. غابيل باش تخرجوا من هذا الفيديو تكون حفظتوها، بان ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال ln دو اكس سور اكس هي 0. دونك ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ln دو اكس سور اكس 0، مشات هذه. ال على لانفيني شحال قلناها قبيله؟ بلوس موان لانفيني اي عدد على لانفيني شحال قلنا كيعطينا؟ زيرو. دونك ال على لانفيني سي زيرو. شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 5 اكس او كاري ln دو اكس. دونك اجيني هادي اكس او كاري سي بلوس لانفيني، ln دو اكس في ليميت بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني بلوس لانفيني بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني بكل بساطة. هادي فاش شرحتها لكم وبقينا كنضربو ونقسمو داكشي، وقلنا بانه اول حاجه ليميت بلوس لافيني خاصني نتفكر بانني خاصني نلقى الالين دو اكس سور اكس. داكوغ شنو درت؟ هنا عندي الالين دو اكس، باش جيني على سور اكس كنعمل بالاكس او كاري، عملت بالاكس او كاري هنا بقات لي الالين دو اكس موان 3 سور اكس كاري بلوس 5 الالين دو اكس سور اكس. دونك هنا خرجت لنا هذيك الفورمول اللي عندنا، دونك النهايات المحددة اللي عندنا بين النهايات المحددة اللي عندنا هي ln دو x سور x. دونك خرجت لي كان كتساوي 0، دونك هي 0. ال على لانفيني اي عدد على لانفيني قلنا بانه تيكال 0، دونك كنشطب عليه وكتبقى لي هذه بكل بساطه. مي هذه الطريقه كيفاش كنشرحوا لكم، مي في الامتحان الوطني او في الكونترول عند البروف ديالكم كيفاش غادي تكتبوا ليه؟ هنا كنكتب له بانه سي تيغال، دونك هادشي كيتبقى هو هذاك، غير لا ميثود اللي كتبدل بانه هو التخربيق اللي كنكتبوه حنا واللي كنقولوه كيتكتب في الورقه كانك كتشرح له، كيف ما انا جالسه كنشرح لكم دابا. دونك خاصك نتايا كتشرح لذاك المصحح ديالك اولا البروف نهار الامتحان كانه ماشي حداك، كانه شي واحد حداك وخاصك تشرح له. دونك انت خاصك تخلي له ورقه. باغ اكزومبل انا واحد البنت ما كنعرفش في الماط وما فهمت شي حاجه، مي هنشد ورقتك نهار الامتحان خاصك تخيل كان هذاك المصحح ما كيعرفش داك الماده ديالك، وانت خاصك تشرح له داكشي اللي كتبتي له، كي هتشرحوا له؟ دونك كنكتب له هكا عادي جدا ما كاين حتى شي حاجه، كنجي وكنعمل. دونك كتجي كتكون باينه اكس او كاري 5 ln دو اكس موان 3 سور اكس او كاري موان 8 ln دو اكس سور اكس. وي كنجي كنكتب له بان هذه بقات لي بلس لانفيني اللي هي هذه فوا بلس لانفيني اللي هي هذه. اصلا حنا كنا ضربنا على هادو، حيت ضربنا على هذه وهذه بقات لي بلس لانفيني وبلس لانفيني. الوغ واجي غتكتب له هي بلس لانفيني وهتكتب له كار. هنا هاجي ليكسبليكاسيون ديالك، شنو هتقول لهذا المصحح نهار الوطني او لا الاستاذ ديالك في الامتحان؟ شنو هتكتب له؟ كار ليميت دونك اكس تانفير بلوس لانفيني وبينها له سيدي، ولا حاولوا ديروها بنوتر كولور بلون واحد اخر. ديالاش؟ ديال ln دو اكس شنو كتساوي ليا؟ بلوس لانفيني، هذه هي اللي لقيناها الاولى، قلت لكم بان هذه بلوس لانفيني، دونك اول شرحه تكتب له هي هذه. اي عندكم تكتبوا بالحمر، انا كنشرح لكم فقط. اي ليميت دونك اكس تانفير بلوس لانفيني ديالاش الثانيه، كنمشيو هكا بالترتيب، هذه عاوتاني هادي، علاش؟ حيت 3 على اكس او كاري تيكالا 0،
انا عارفه بان ال على فين وزر ما كنكتبلوش هاد ال على فين. هذه قاعده في النهايات او نهايه الحشيديه اللي قريتهم في الدوره الاولى. دونك هنا كنجي كتكتب له هكا وكنجي كتكتب له اي. شنو الثالثه عندنا؟ لقينا هادي. دونك هنجي ونكتب له اي ليمي. دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال ln دو اكس سور اكس ديكالا 0. وهكا كندير كنكتبو لهم نهار الوطني. سي بون ماشي هاد التخميز كاين بزاف ديال لي بروف كيلقاو الضرب وداكشي وما كيعطيوش لا نوت. دونك ندوزو للتمرين اخر وناخدو سي ناخدو دي هي ليميت دونك اكس تانفير بلس لانفيني ديال 3 اكس بلس 2 ln دو اكس سور 5 ln دو اكس بلس 4 اكس. دونك هنا خاصكم توقفوا الفيديو وتحاولوا معاه.